بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وحياكم في مادة اللغة العربية 6 للدراسات البلاغية والنقدية للصف الثالث ثانوي الإنساني. استوقفنا في الأسبوع الماضي عند الضرب الخبر، وللخبر ثلاثة الظروف هي الظرف الابتدائي، وهو أن يكون المخاطب خالي الذهن، والظرف الطلبي وهو أن يكون المخاطب يتردد في المخاطب في حضوره. الضرب الثالث وهو الضرب الإنكاري، حين ينكر المخاطب مضمون الكلام. إذن أضرب الخبر من علم المعاني الذي قلناه سابقا في الحصص السابقة، وقلنا أنه هو العلم الذي تعرف به أحوال تراكيب الكلام ومطابقته لمقتضى الحال. مثلا إذا أردت أن تخبر ثلاثة من زملائك بنجاحهم في الامتحان، وكان الأول واثق من نجاحه في حين كان الثاني شاكا في نجاحه، أما الثالث فقد كان متأكد من أنه لإهماله لن ينجح، فهل تستخدم العبارة نفسها؟ هنا لا نستخدم نفس العبارة، فبالأول نقول له نجحت في الامتحان، لا يحتاج أن أؤكد له أنه نجح في الاختبار، لأنه هو بشخصيته هو متأكد من ذلك. وسنقول للثاني إنك ناجح في الامتحان، في حين ستحتاج إلى زيادة التأكيد للطالب المهمل وتقول والله لقد نجحت في الامتحان. إذن هنا أضرب الخبر إما أن يكون ابتدائي، وإما أن يكون طالبي، وإما أن يكون إنكاري. لدينا هنا نشاط يقول أنت رجل أعمال تود أن تقنع ثلاثة من شركائك بجدوى مشروع ما، وقد علمت أن الأول يرى عكس رأيك، وأن الثاني يوافقك تماما، وأن الثالث متردد بين الرأيين، خاطب كلاهما خاطب كلا كلا من هؤلاء بجملة تناسب الحالة. هنا نقول والله إن هذا المشروع ناجح جدا، هذا والثاني أقول هذا مشروع ناجح الذي وافقنا الرأي، والثالث إن كان مترددا نقول إن هذا المشروع ناجح. إذن البلاغة العربية تعنى بمراعاة مقتضى الحال، ولا شك أن من مراعاتها أن تستخدم في كل حالة من حالات المخاطب ما يناسب من العبارات والألفاظ، فتلقي الخبر خاليا من أدوات التأكيد حين تعلم من حاله أنه لا يعارض أو يخالف مضمونه، وتلقي الخبر مؤكدا بمؤكد واحد حين تعلم أنه يشك في مضمونه أو يتردد في قبوله، وأما حين تعلم أنه ينكر مضمونه فأنت بحاجة إلى تأكيد الخبر بأكثر من مؤكد. خلاصتنا لهذا الدرس للخبر ثلاثة أضرب هي ابتدائي وطلبي وإنكاري، والمقصود بالابتدائي أن يلقي الكلام فيه من غير أي مؤكد، وذلك حين يكون المخاطب خالي الذهن من موضعه أو غير متردد في قبوله ولا منكر له، عندما قلنا في المثال نجحت في الامتحان. الطلبي يلقي الكلام فيه بمؤكد واحد، وذلك حين يتردد المخاطب في قبوله أو يشك في صحته وحصوله، عندما قلنا في الجملة الثانية إنك ناجح في الامتحان.
الضرب الثالث وهو الإنكاري يلغي الكلام فيه بأكثر من مؤكد، وذلك حين ينكر المخاطب مضمونه ويزداد عدد أدوات التأكيد مع زيادة الإنكار وشدته. عندما قلنا والله لقد نجحت في الامتحان، هناك أدوات للتأكيد. ما هي تلك الأدوات؟ إن، أن، لام التوكيد، والقسم، وقد داخل على الفعل الماضي، وإنما، ونون التوكيد. إذن هذه هي الأدوات التي أجدها في الجملة الخبرية. لدينا هنا تدريبات. قال الله تعالى في صفحة 32 واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ما الفرق بين العبارتين الآتيتين؟ الإنسان القول إنا إليكم مرسلون وربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. نقول العبارة الأولى بها مؤكد واحد، وذلك لأن المخاطب يشك في القبول. أما العبارة الثانية فاشتملت على أكثر من مؤكد، وذلك لأن المخاطب من منكر له. عبر عن كل مما يأتي بجملة من إنشائك تناسب حالة المخاطب. لدينا هنا عدة جمل: فوائد الامتحانات، الشفهية، مخاطب مؤيد، مخاطب متردد، ومخاطب منكر. المخاطب المؤيد لن نضع له مؤكد، والمخاطب المتردد سنضع له مؤكد واحد، والمخاطب المنكر سنضع له أكثر من مؤكد. عندما أقول فوائد الامتحانات الشفهية أقول الامتحانات الشفهية مفيدة. إن الامتحانات الشفهية مفيدة، والله إن الامتحانات الشفهية لمفيدة. تعلم التقنية الحديثة. تعلم التقنية الحديثة ضروري. إن تعلم التقنية الحديثة ضروري، والله لتعلم التقنية الحديثة ضروري. أهمية الكتاب المقروء. الكتاب المقروء نافع. إن الكتاب المقروء نافع. إن الكتاب المقروء لنافع. وهكذا نستمر بالتأكيد. أولا لا نضع تأكيد في المؤيد، ونضع تأكيدا واحد في المتردد، والمنكر نضع له مؤكد أكثر من مؤكد. حدد الجمل الخبرية فيما يأتي مبين درجة التأكيد وأدوات التأكيد في الجمل المؤكدة منها وسبب التأكيد. في الآية الأولى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، نقول الجملة الخبرية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه درجة التأكيد هنا ابتدائي، أو نقول المرتبة الأولى بمعنى أنها ابتدائية. أدوات التأكيد لا يوجد لأنها ابتدائية. سبب التأكيد هنا يكون المخاطب خالي الذهن. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الجملة الخبرية الدين النصيحة المرتبة الأولى وهي المرتبة الابتدائية. أدوات التأكيد لا يوجد. سبب التأكيد المخاطب خالي الذهن. بني الإسلام على خمس. الجملة الخبرية بني الإسلام على خمس. المرتبة الأولى وهي المرتبة الابتدائية. لا يوجد هنا أدوات تأكيد. سبب التأكيد يكون المخاطب خالي الذهن. السؤال رقم 4: حول الجمل المؤكدة
إلى جمل غير مؤكدة، والجمل غير المؤكدة إلى جمل مؤكدة بدرجة مختلفة مع تحديد ما تصلح له درجة كل درجة من درجات التأكيد التي تذكرها. هنا لدينا أي لكم لناصحون. سأبدأ بحل المثال الأول، ويكون المثال الثاني والثالث والرابع والخامس على نفس النمط. إن لكم لناصحون، هنا الجملة مؤكدة، سأضعها المؤمن، سأضعها ابتدائية المؤمنون لكم ناصحون. هنا أكدتها، نقول أن السبب هو أن الجملة بما أنها ابتدائية ولا يوجد فيها مؤكد ستكون خالي الذهن. آفة الأخبار رواتها، هنا الجملة لا يوجد فيها مؤكد، إذن هي جملة ابتدائية، أضع لها مؤكد وأقول إن آفة الأخبار رواتها. نقوم أيضا بحل هذا المثال حتى تتضح لكم الصورة. إن آفة هنا أكدت أنا بكلمة إن، هنا المتردد والشك، المتردد والشك، إذا هو خبر طلبي، هو من نوعه هو الخبر الطلبي. السؤال الذي يلي: علمت بنجاح زملائك جميعا في الاختبار، لاحظ ردود فعل كل واحد منهم حيال إخبارك له بنجاح، ثم اذكر الأسلوب الذي سوف تتبعه لإخبارهم. الذين يرون أن نجاحهم أمر متوقع وليس فيه ما يستغرب، إذا أنا هنا لن أستخدم مؤكد، فسوف أقول لهم نجحت في الامتحان. الذين يشكون في إمكانية نجاحهم، هنا سأحتاج إلى مؤكد واحد وأقول إنك ناجح في الامتحان. الذين يتوقعون عدم نجاحهم لأن إجاباتهم حسب رأيهم لا تؤهلهم للنجاح، أقول والله لقد نجحت في الامتحان. السؤال الذي يليه: سمعت بخبر إثلال شوال وعلو عيد الفطر، فماذا أنت قائل لكل من يرى أن رؤية الهلال ممكنة، من يشك في إمكانية رؤية الهلال، من يعرف أحوال القمر ومنازله أنه لا يمكن رؤيته في الليل؟ نقول من يرى رأيت الهلال، ومن يشك إني رأيت الهلال، وثالثا والله لقد رأيت الهلال. أكد كل جملة مما يأتي بما يمكنك من أدوات التأكيد. الإسلام يدعو إلى الالتزام بحسن الخلق، حث القرآن الكريم على التفكير في مظاهر الكون. الجملة الأولى سأقول والله، هنا يطلب مني أن أستخدم أدوات التوكيد، نعم، والله إن الإسلام يدعو إلى الالتزام بحسن الخلق. والله لقد حث القرآن الكريم على التفكير في مظاهر الكون. أيضا النوع الثاني من علم المعاني هو الإنشاء. الإنشاء، ما هو الإنشاء؟ هو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب. أيضا للإنشاء عدة لديه نوعان
إما أن يكون إنشاء طلبيا وإما أن يكون إنشاء غير طلبي. الإنشاء الغير طلبي مثلا أقول ما أجمل الجو، فنحن نفهم من هذه العبارة أن تعجب من جمال الجو، ولكننا لا يمكن أن نفهم أنه يطلب جمال الجو. فتجدين أن من هذه العبارة أو من هذه الجملة أستطيع أن أستخرج منها عدة معاني. وحين تقول المعلمة نعم التلميذة سعاد، استخدمت هنا أسلوب المدح في استخدام كلمة نعمة. وعندما أقول بئس الخلق الكذب، هنا استخدمت أسلوب الذم في استخدام كلمة بئس. إذن هنا الطلب هنا الإنشاء عفوا الإنشاء هنا غير طلبي باستخدام صيغة التعجب واستخدام صيغة المدح واستخدام صيغة الذم. إذن هذا هو النوع الأول وهو غير طلبي في الإنشاء. في النوع الثاني وهو الإنشاء الطلبي، عندما وهو أن أستخدم عدة أساليب، مثل ماذا؟ احرص على المذاكرة، فأنا هنا أأمر الطالب بأن يحرص على الطالبة على المذاكرة. وعندما أقول لا تؤذي جيرانك بالصوت العالي، هنا أنهى عن عدم إيذاء الجار، إذن الأمر النهي. وعندما أقول ما اسمك، فهو يطلب هنا أن أخبره باسمه، فهنا أنا أسأل أو أستفهم، هذا النوع الثالث. وإذا ناديت أحد فقل يا محمد، فأنا هنا أستخدم صيغة النداء. ومن حمل أمنية ما فهو يطلب حصولها وتحقيقها، عندما أقول ليتني أعيش في مزرعة، فهنا تحقق الصيغة الثالثة وهي الصيغة صيغة التمني. إذا الخلاصة الإنشاء نوعان، قد يكون إنشاء طلبيا وقد يكون إنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي وهو ما يطلب به شيء غير حاصل وقت النطق به، ويكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الأمر، النهي، الاستفهام، النداء، التمني. الإنشاء الغير طلبي وهو ما لا يطلب به شيئا ويكون عن طريق التعجب والمدح والذم. ننتقل بعد ذلك إلى تدريبات. لدينا سؤال يقول بين نوع الإنشاء وصيغه فيما يأتي. يقول الله تعالى ويقول يا ليتني لم أشرك أشرك بربي أحدا. هنا نوع الإنشاء طلبي صيغته التمني. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، نوع الإنشاء طلبي صيغته الاستفهام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، نوع الإنشاء هنا طلبي في جملة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هنا أمر. أيضا يوجد لنا لا تبطلوا هنا نهي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، نوع صيغة هنا أفلا طلبي صيغة استفهام. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآية هنا ألم يأن طلبي صيغة صيغتها الاستفهام. قال الله تعالى وتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، نوع الإنشاء طلبي صيغته النهي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا كونوا عباد الله إخوانا، نوع الإنشاء هنا طلبي صيغته النهي والأمر. في لا تباغضوا هنا
نهي وكونوا هنا أمر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن: ادعوا الناس وبشروا وبشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. هنا نوع الإنشاء طلبي وصيغته أيضا الأمر والنهي. حول كل جملة خبرية فيما يأتي إلى 5 جمل إنشائية طلبية وفق أساليب مختلفة. يطلب منا هنا أن نحول، أعطانا الجملة، ومن أن نحول هذه الجملة الخبرية إلى جملة إنشائية باستخدام صيغة الأمر، باستخدام صيغة النهي والاستفهام والنداء وكذلك التمهيد. خير إجابة على السفيه تركه، نقول أمر اترك إجابة السفيه، النهي لا تجب على سفيه خير لك، استفهام هل في إجابة السفيه خير، نداء يا علي لا تجب سفيها قط، تمني ليتك لا تجب على سفيها أبدا. يبر صالح والديه، نقول أمر بر والديك يا صالح، نهي لا تتوانى في بر والديك، استفهام لما لا تبر والديك، نداء يا صالح بر والديك، تمني ليتني أبر والديك صالح. وهكذا أبدأ بصيغة الأمر ثم النهي وبعده الاستفهام والنداء وأخيرا التمني. استعمل الكلمات التالية في جمل إنشائية طلبية من إنشائك. أعطانا لام الأمر ولا الناهية ومتى وليت وأيها. لام الأمر لتأمرنا بالمعروف، لا الناهية لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. متى يعود الغائب من غربته، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أيها الناس إن دماءكم عليكم حرام. إذن أخذنا نوعان أو ركناء المعاني، وهو الخبر والإنشاء، وقلنا أن الخبر له 3 أضرب: ابتدائي وطلبي وإنكاري. والابتدائي أن يلقي الكلام فيه من غير أن يؤكد، وذلك حين يكون المخاطب خالي الذهن. والطلبي يلقي الكلام فيه مؤكدا واحدا، وذلك حين يتردد المخاطب في قبوله. الإنكاري يلقي الكلام فيه بأكثر من مؤكد، وذلك حين ينكر المخاطب مضمونه. أدوات التأكيد التي تناولناها: إن وأن ولام التوكيد والقسم وقد الداخلة على الفعل الماضي، وإنما ونون التوكيد. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى الإنشاء، وقلنا أن الإنشاء له نوعان: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. إنشاء طلبي هو ما يطلب به شيء غير حاصل وقت النطق به، ويكون عن طريق الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني. الثاني إنشاء غير طلبي، وهو ما لا يطلب به شيء، ويكون عن طريق التعجب والمدح وكذلك الدم. شكرا لحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.